سعد خليني اسالك كثير من الاسئله اللي جاتني عن ملعب الهلال. شو مسوين في المشروع؟ هل المشروع هذا فيه نقاشات؟ هل هو اصلا بيكون موجود ولا الموضوع بس حكي؟ وين رايحين فيه؟ لا ما في حكي، في عمل، في خطه. من مجلس الاداره هذا كان في من اولى يعني من اولوياته معلم من معالم مدينه الرياض والمملكه العربيه السعوديه، ملعب لنادي الهلال. يكون ملك لنادي الهلال يليق في اسمه، يليق في تاريخه، يكون معلم من معالم المدينه. تعرف اخوي تركي بعض المدن لما تروح لها تزور ملعب النادي، المتحف. احنا عندنا ارث عظيم، تاريخ عظيم، يليق بمكانه نادي الهلال انه يكون عنده ملعب. فمن اول يوم في الرئاسه في احد من اعضاء مجلس الاداره او مجموعه لجنه مهمتها ملعب الهلال. قطعنا شوط كبير باذن الله، ناخذ مباركه وزاره الرياضه والجهات المختصه لاطلاق هذا الحلم والمشروع الناجح اللي بيرفع من قيمه الهلال كبراند، كعلامه، وايضا يخلي التجربه لزيارة الملعب جدا جميلة، بحيث العائلة أو المشجع يقضي وقت جميل. أتوقع هالفترة إحنا نحتاج. حكيتوا في الموضوع هذا مع ممولين ولا حكيتوا عن طريقة التمويل ولا لسه ما وصلتوا لهالمرحلة؟ يعني إحنا جاي من مجال استثماري وتجاري، فكل هذه الأشياء نشتغل عليها. خلنا نقول في خلال كم سنة ممكن يكون المشروع هذا يبدا العمل فيه؟ ما اقول لك متى يبدا العمل فيه؟ لا يبدا العمل فيه قريبا باذن الله، متى ما خلصنا الدراسات متى ينتهي ان شاء الله كمان. يعني تتكلم في خلال كم يبدا العمل؟ ممكن ما اقدر اعطيك تاريخ، لا سمح الله في تكون اجراءات معينه ما انتهت ويتاخر. نحب دائما نوعد ونوفي باذن الله. الملعب حيكون فقط لمباريات كرة القدم ولا مقر للنادي ومباريات كرة القدم؟ كل شيء، مقر للنادي، مقر للتمارين، مقر للأكاديميات. وقاعد أعلن أشياء وقاعد أحس أعضاء التنفيذيين اللي ما يبغون تطلع المعلومات قاعد يدخل شوي شوي بس. فإن شاء الله شيء يليق. نعمل إن شاء الله لتقديم الهلال وتقديم هذا الملعب. أنا سميت هدية لمدينة الرياض لأنه بيكون معلم من معالم مدينة الرياض إن شاء الله بتكاتف أعضاء مجلس الإدارة اللي نجحها. طيب خليني أسأل سؤال أكثر تفصيلا هنا شوي وأنت عدد لك حرية. الملعب حيكون فقط مخصص للهلال ولا ممكن يكون شيء استثماري لأنشطة أخرى لغير مباريات كرة القدم؟ نعم يكون غير مباريات كرة القدم بس مخصص لنادي الهلال، بس تقدر تقوم فيه حفلات، مؤتمرات أشياء ممكن يكون بهذا. وفي مقر سكن فندق أو شيء من هالقبيل ولا لا؟ يعني معليش أنا لازم، أنا كمان لازم أسأل. لسه ما حنعلن. يعني أنا إذا ما سألت ما ححرق الإعلان إن شاء الله يصير. إحنا قلنا كل شيء بس إنه ما حنحرق الإعلان إذا ربي تمم وعلنا رسميا.